البيت. انا ما تنشريش هاد الشيء، ولكن اش غديري الدراري؟ شوف شوف صيفطو تقدا، باش صيفطو تقدا وسير شري شي شنو ناقصه من هاد الشيء. انا عمرها ما كنعطي لها ليستا، ولكن نتوما كتعرفوا دابا 19 عام شي يجيب لي بسكي ولي اش غدير. تم عطاني عطاني الصوت يا ولدي، اش جمع هاد الشيء؟ ارا ولدي ماكسي واش هادي شريتيها بحال هكدا؟ ها؟ لا جمع 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 اولدي جمع، يعني اغلب شيء غير الحوايج ديال الشلاط ولا عالي البحر. تو سا مون فيس سي ترو سا اولدي، تو سو سوكر تو سا سا مونجي تو سا غاتونيغ سا غاتونيغ دون لو فونتخ. انا ديما ولدي كنقوليه هادشي كيقوليا سا غاتونيغ. J'adore. Eyo. Voilà, la qui a le fond de la vie. Ah, j'adore. Alors, ma cache les chats. D'ailleurs, c'est normal. Alors, la carte de balle, c'est pas. La cache les biscuits, la hête jouée. Je vois la carte de la force à ma hête. Je m'en rappelle. Yalla, la carte. كما سلمت عليكم السلامة البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير، تكون دائما أحوالكم طيبة، تشغلت مع لي كوكس نتاع الدراري، وحتى السلام ما قلتو شاي. شكرا على البنات، شكرا للجميع، لأن مؤخرا دخلوا حتى شي شباب تبارك الله بلاد السلامة، كيخليو ليا دي ميساج، فشكرا شكرا 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 على الجميع. يسول فيا، شكرا على التعليقات الطيبه كذلك. اللي كيسول هادي كيوني انا ولا كتجي حاجه نص ساعه للدار ولا ساعه سي بون لي ساك جو كوبي انا وي ما كاسو لي كاري سي جو لي كاري سا سا سي لو بارتي سا داكور سا سي لا بارتي با كونري ها بارتي ا بارتي كونري بارتي با كونري مي بارتي connerie plus que partie pas connerie. Non, c'est juste il y a plus d'emballage, c'est tout. Ça, c'est pas ah bah oui, et bah tiens, bah, c'est bon mon fils, ça hein, c'est bon. Sors-moi les trucs. C'est une partie emballage à la ah, c'est une partie emballage à la matinée, je suis très attention. Je fais très attention, Léonora. Je crois que ça, ça me fait un peu de temps. Reportage, je vais attendre, je vais te mettre un peu de combien de mètres. إذا كنا في عود برودوي شيمي من آل زد، صوروا 100 واط اللي كنت كنقول أنا زعما هو طبيعي، ما فيه لا دي برودوي شيمي، جيت تشوفوا تلقاو حتى الزبدة وهي كلشي فيه دي برودوي شيمي، كلش 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 كاينين دي برودوي مصنوعين غير من لي برودوي شيميك، يعني شي عجب الله يسر، كنخلصوا الفلوس باش كان باش كنمرضوا سي سا غاليتي. دونك البنات موضوع الفيديو اليوم كما قلت لكم سابقا في الفيديو اللي فات، كان جاتني تعليقات يا خوشي، كان جاتني تعليقات بزاف بزاف على ارا اليوم ديال ميرسي، تعليقات بزاف ملي كنت هضرت هذيك الفتره، كان بزاف نتاع البنات يسحبوني قطع في اليوتيوب. ف ما كيبعداش بلاصتهم كيمرضوني ديما كيطيحو. دونك في الفيديو السابق جات بزاف ديال التعليقات، بزاف 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 الناس اللي صحابوني قطعت باسكو سا مارش با، يعني ما عنديش نسبة المشاهدة عالية، ما عنديش نسبة ديزابوني. دونك صحابهم انا قطعت، فكاين بزاف نتاع البنات خلاو ليا شي انواع ديال النصائح. انا قلت لكم دائما كنسبق النية طيبة، فالنصائح جاتني كثيرة بزاف بزاف بزاف
علاش كاين نوع النصائح خصك ديري هكذا قفطنا باش طلع لك المشاهده هكذا مثلا موضوع شويه انت ديريكا ما كنتش حابه نهضر فيه انا من اللي حليت اليوتيوب مي راه الواقع طون زون طون الواحد خص ضروري يهضر في هذه المواضيع عادي يعني خصك ديري شي سسبانس شي فضيحه باش كطلع طلع تصوروا المشاهدين عارفين 100% لان هذا ما تخلو ليا التعليقات راه كيهضروا كذلك على الواقع عارفين 100% انه الفضائح هي اللي كدير البوز الشوها هي اللي كدير البوز فانا بالنسبه ليا بديت يوتيوب غير في شهر واحد في 28 جانفي قبل منه سيقوني يا البنات راه قلتها لكم شحال من مره في الفيديو ما كنتش كنقرب اليوتيوب خلاص يعني ما كنتفرجش في اليوتيوب خلاص كنتفرج مسلسلات كنتفرج في بحال المسائل ولكن ما كانش حتى على بالي تيقوني انه كاين بنات كيديروا اليوتيوب بنات يعني المعلومات ديالي كانت ماشي غير خفيفه قل من عرفت بديت كنعرف ملي بدات اختي امينه تفرجتها في ذاك الشهر الاول في الفيديوهات ديالها وخلاص يعني ما كنتش بصراحه ولا ما عنديش الوقت خدامه ثانيا ما كانش من الاهتمامات ديالي وما كنتش على علم ايضا يعني نهائيا باليوتيوب معلوماتي كانت قل من خفيفه فملي بديت كنتفرج شهر واحد بديت في 28 شهر جوج بديت كنتفرج شويه وصلت لشهر ثلاثة يعني شويه ما كملش حتى شهر فمرت نفسيا مرات ما كنتش كنصور كنتش كنصور اليوتيوب داير بحال هكذا اما دابا من اللي بديت دابا راه سمحوا لي على التعبير عما زاد الزفاف اليوتيوب يعني انا بالنسبه ليا يوتيوب شنو هو باختصار حمام سخون فيه القباب كيتشعل وخلاص كتدخلي الصاله الاولى كتلقاي اليوتيوبرز بالقباب كيتشايرو هادي كتعاير هادي هادي كتسب في هادي هادي كتجبد في هادي هادي مخاصمه مع اختها هادي مخاصمه مع راجلها هادي مخاصمه مع عدوزتها شوها 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 والفيديوهات ولاو بحال المسلسل هادي دارت فيديو كتعاير فلانه فلانه هادي وصلنا لواحد المستوى اللي هو ماشي غير كيحشم كثر من اللي كيحشم انا ما فهمتش انا العقول كيف تفكر هذا اذا كانت تفكر لانه بصراحه ملي كنوصلوا لهذا المستوى هذا راه حشومه اليوتيوب المغربي راه دار واحد الشوهه فوق الفوق 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 اكثر من الشوهه ولينا كنحشموا بصراحه ولينا كنحشموا المسائل اللي اجت خلاف في اليوتيوب اصلا شكون هذه اللي ما كتخاصمش مع عدوزتها ولا مع اختها ولا مع عمتها التخاصم راه كيوقع ساعات الشيطان كتوقع الواحد ينعر الشيطان ويجمع ويطوي ويبقى يدير فيديوهات محترمه واش هاد البنات اللي كيتفرجوا فينا واش محتاجين لهاد المسائل هادي راه ما في غنى عنا راه ما غتستافد ما غيستافد منا حتى شي حاجه نهائيا نهائيا لانه الخطا كذلك راه كيبقى للمشاهد لانه ملي كتشوفي الطوندونس اشنو كاين كاين غير فضل غير الفيديوهات ديال الشوها فلانه خاصنا مع فلانه فلانه دارت هادي فلانه دارت هادي فلانه دارت هادي الخصوصيات اللي هي ما غتفيد لا مولات القناة لا لا كتفيد مولات القناة باردون لانه دابا ولات تجارة ولاو عارفين بانه الشوها هو المعيار والسبان هو اللي كيجيب الفلوس دونك ولاو كيستغلوها باش كيطلعوا الفلوس على ظهر المشاهدين في نفس الوقت حنا ما نقولوش المشاهدين راه ما عندهمش علاقة المشاهدين تما راه ما عندهمش علاقة لان المشاهدين كون ما كانوش كيمشيو يتفرجوا في هذه المسائل هذه ما غاتطلعش للطوندونس والحمد لله ونشكر اليوتيوب باقي فيه ناس زوينه بزاف 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 كان اليوتيوب باش ترفع ولكن ما معروفينش يعني بصراحه كلهم كتلقاي طوندونس عامر غير بالشبهه والفضايح وخلاص عايرني نعايرك نعايرني نعايرك سبني نسبك ومستوى لا اخلاقي ما فيه ما يتشاف كيشوهوا براسهم وبعائلتهم وبقبيلتهم وشوهوا حتى بالمغرب لانه هي راه الانسان اللي كيدير بحال المسائل ما عاده يمثل نفسه لكن الناس ملي كتشوف كيقول لك شوفوا المغاربه شنو دايرين كنجمعكم نفس اللوحده كنوليو كلنا بحال هكذا انا شفت شي فيديوهات فيهم المعيار والسبان راه من السروال لتحت راه حشومه هادشي كيفاش انت تكوني مراه ام 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 مربيه وعندك الاخلاق وعندك وليدات وكتوصلي لذاك المستوى في الاخر تقول لك انا هادشي ماشي من اخلاقي ماشي هذا التناقض ماشي من اخلاق وليداتك ما كيتفرجوش فيه ما كيشوفوكش عائلتك وقبيلتك ما كيشوفوكش شكون هذا اللي ما كيتعصبش كنا كنتعصبوا
شكون هذا اللي كيتخاصم شكون هذا كنتخاصمو ايوا لا جينا كنا نخرجوا بحال هكذا نبداو نغوتوا فين وصلنا فين وصلنا ما الفائده انا غش بهذا السؤال هذا اللي مغاش تقول لي ما الفائده كيما قلت لكم سابقه وما راه ما عندهم فائده راه بينغا هذا الصراحه لان بنادم ولا كيبيع راسو رخيص ارخص ارخص من الرخص على قبل الفلوس ايوا لا كان بنادم يبيع راسو برخيص ارخص من الرخص كمتتبع انا كمتتبعه والله ما نتفرج فيهم مجانا واخا يخلصوني علاه انا علاش غنجي نوسخ مخي انا واش بنادم كيقرا وكيتعلم وكيستافد من الغير وكيقلب ويحاول باش يصلح من نفسه من تفكيره من الاخطاء ديالو من هاد المسائل هادي وكتجي انت كتفرجي الفيديو كيعفن لك الدماغ ديالك علاه اختي علاه ما نتفرج في هاد المسائل ما نتفرجش فيها خلاص بقى هي تبع غير البنات تبارك الله طرفيه بنات قياس محترمات عندهم اخلاق عندهم تربيه طريقه الهضره نقيه الاحترام كتحترم نفسها كتحترم المشاهدين اما ديك اللي كدير الشهره الاستحمار والاستغفال بالعقول اسمحوا لي على اللفظ ولكن هذا هو الواقع الاستحمار والاستغفال بالعقول راه غير من فلانه من غير ذكر الاسماء فلان هما اللي مشهورات هذا هو المشكل هذا لا يعني انه راه ما كاينينش بنيتات طرف انا ما كنتبعش بزاف لان قلت لكم ما عنديش الوقت ولكن واحد 6 ولا 7 دائما نتبعهم دائما لانه تيعجبوني مع الاسف ما مشيش بحال الشكل ديالي انا ما طالعينش وما قدام مني راه كاين عامين و 3 سنين وملي كنجي كنبقى مسكينه عندها 30000 ابوني رغم انها قلت ما واخداش حقها انا كانسان كنشوفها ما واخداش كمشاهده وكبنت عندها قناه كنشوفها ما واخداش حقها كنشوفها خاصها تستاهل كثر 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 وكتجي فلانه يلاه كتفتح لك القناه كتفتحها بالشوها ديجا اول فيديو كدير لك الشوها ما اول فيديو ثاني فيديو ثالث فيديو كتلقاي عندها 100000 ابوني ما الفائده ولكن السبب راه اغلب يوتيوبرز حتى خلو لي تعرقات ولا قالوا لي انه اليوتيوب ما بقاش فيه الفائده فعلا انا متفقه معكم ولكن الفائده راه نتوما اللي كتقروها القرار اليوتيوب واش كيحطوا لي فيديو ولكن القرار كيبقى لكم شكون نشوف شكون حتى واحد ما كيضرب شي واحد على كفاه وكيقول لي سير شوف فلان وفرت لنا الحريه ديال انكم تشوفوا اليوتيوب كتبقى دائما المشاهد هو اللي كيختار شكون يشوف ف بدل ما نمشيو ما كنهضرش بطبيعه على الكل يعني ماشي اجمالان ولكن فاش غنمشيو نشوفو فيديو ديال شي وحده اللي كاين الفائده حتى لا ما كانش الفائده على الاقل يكون الاحترام كتوصلنا شي حاجه محترمه لينا وليدات واش هذوك الفيديوهات ما كيشوفوهمش الوليدات غادي يشوفوهم انا ولدي كيشوف ولكن ما تنخليش انا يشوف بحال هاد المسائل هادي الحريه راه كتبقى لي انا حريتي يعني حريتي كمشاهد راه والله ما نمشي غير تتبان لي في الطوندونس تنقلب علاش شفت لها فيديو مثلا جوج وثلاثه ومرات نفسيه الفائده لا شخصيا انا غادي نمشي نشوف لك الفيديوهات ديالك اللي هما كيمرضوا بصراحه كيمرضوا ماشي كيمرضوا بالفكرش كيمرضوا في العقائد واش كنجي نشوف كنلقاو داروا مقاطعه لدانون وداروا مقاطعه للحليب لحقاش معفن وغالي يعني الواحد كيهتم بكرشو وما كيهتمش بعقلو علاش ما كنديرش مقاطعه انا ما كنهضرش على كل شيء كنعاودها وكنقولها وكنعاودها القناة اللي هي ما فيها ما يتشاف هذه ما فيهاش المقاطعة واش شنو اهم شيء الكرش ولا العقل بطبيعة الحال ان الواحد ينقي عقله راه خير من نقي كرشو كيفاش الانسان كيفكر في كرشو اكثر من عقله ولا اله الا الله المهم البنات انا بالنسبة لي انا كان رأيي راه حنا ما فيه ما يتشاف كتدخلي للصالة الثانية للحمام كتلقاي شي قنوات ما كيديرو حتى شي حاجة الخدمة الوحيدة ديالهم ولدي شعل طالب من هنا الله يرضى عليك سبعة عندهم خدمة وحدة هادوك أنا كنسميهم الحاسين كابا شوف وليداتي كيشقاو بغيت لكم الرضا الخدمة ديالهم حاجة وحدة الحاسين كابا كنسميهم بحال هكدا الحاسين كابا مكيديرو حتى شي حاجة في القناة ديالهم الخدمة ديالهم الوحيدة هي أنهم يمشيو يشوفو كاع الفيديوهات اللي فيهم الشوهة ويهضرو على ديك الشوهة يعني كتزيد تكبر ديك الشوهه كتزيد هي راه اصلا شوهه وفضيحه ولكن كيجي واحد
لحد القوم كيعطيو لديك الشوهة قيمة كثار، يا ديجا في التوندونس كتعطاها تصوروا يا الناس وصلنا لمستوى ان الشوهة نعطيوها قيمة. كيجيو كيهضروا على ديك الشوهة فضيحة فلانة فضيحة فلانة، وكتبقى سبحان الله رديت البال حاسين الكابة كيمشيو دائما مع ديك القناة اللي طالعة كأنه كلشي مصالح، كأنه يعني كيتصور ليهم ربي انه غادي ياخذوا منها الفائده، وراه ما كاين حتى شي فائده. الهدف ديالهم اننا نشجعوا فلانه لانه فلانه طالعه وهذا ونجيو معاه، وكيوليو كلنا فلانه وفرتلانه. كتلقايا مدابزه مع شي وحده اللي كتكون قل منها ديك فلانه، حتى شي واحد ما معاه لانه ما كاينش الفائده، ويا راه ما كاين فائده لا هنا لا هنا. راه بنادم كيضيع في الوقت وكيشوه في راسو وكيوسخ في عقلو وخلاص، هذا ما عطى الله. كنت بديت انا مع شي بنات، البنات اللي بديت معاهم في شهر جونفي ولا فيفري، بس انا بديت في لافان ديال جونفي، كان واحد النوع التلاسل لانه انا كنت مازال ما عنديش مع المونتاج مع كنا كنتعلموا، مازال كنتعلموا واحد الالف، كنا كنتبادلوا المسائل يعني بزاف ديال البنات ديال الصراحه كان كيرسمني اختي كيفاش كدير الموسيقى هكذا، كيفاش كديري هكذا، كيفاش كديري هكذا. فانا بصراحه كنت كنجمد على راسي وعيني، اللي كنت كنقدر نجمد وكناخذ من الوقت ديالي باش يعاود عليا، وكنت كنعاون. فما كانوش بزاف، تقريبا شي يعني شي 10 ديال البنات، كاين شي بنات اش غادي نقول لك، حنا كنا باقيين في نفس المستوى، وهذا راه ماشي مهم. راسي دوماج وصلنا ولينا كنقارنوا القنوات بالمستوى، ما كتقارنش بالمحتوى، كتقارن بالنسبه لي زابوني وبالنسبه للمشاهده. سي فريمون دوماج، لان ماشي هذا هو المهم، المهم المحتوى. ما علينا. فشحال مره كنت كنعطي النصائح، باقا كنعقل على وحده انا كنسولاتني كيفاش نوع الفيديوهات، قلت لها شوفي اختي بقي على طبيعتك داكشي يعني اللي كتبغي شي في حياتك ديريه، اهم شيء انك ما تدخليش حياتك الا انت، ما تعوديش على الشخصيه لا 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 الحوايج البريفي ديالك، لا في بريفي ديالك خليها لك، وما تدخلي لا فلانه ولا فلانه، ما تهضري على حتى شي حد، لان القناه ديالك راه هي ديالك. يعني احسن شيء انك ما تدخليش في حياتك الناس لوحد اخرين. قالت لي اوكي. المهم بدات كدير فيديوهات وكانوا يعجبوني بصراحه في الاول، يعني داك الشيء الفيديوهات غزيو لينا حكايتها الروتين كاي يوتيوبر، زعما تجي شي وحده تقول لي اختراع، راه ما كاينش اختراعات في اليوتيوب، راه كلنا في الهوا سواء، اللي كديروا فلانه كديروا فرتلانه، اللي كديروا فلانه كديروا فرتلانه، كلنا في نفس الشيء. كنا كنعيشوا بربعه الحيطان الروتين ديال الصباح والعشيه وشويه في المشتريات وشويه، غير هي الفرق ما بين قناه وقناه، لان كل وحده كتقدم كتقدم الحوايج بالشخصيه ديالها وبالطريقه ديالها، هذا هو الفرق. اما باش تقولي شي اختراعات، راه ما كانش اختراعات، حتى وحده ما اخترعت شي حاجه جديده، ما كاينش شيء. فكانوا الفيديوهات ديالها بصراحه في الاول كيعجبوني، ما كملتش شهرين شفت انه القضيه يعني ما لقيناش المشاهده كافيه، او ولا كتهضر على الفضائح. درت اول فيديو ديال الفضائح وصل لها تقريبا شي 150 الف فيو مشاهد. فانا شفتهم قلت لا شي حاجه لا دخل لي، انا سولتيني عطيتك رايي ومن بعد حياتك كثيري لعبتك راسك، ما غاديش ندخل في هذا القمر هذا. درت من بعد فيديو رجعت للروتين ديالها 300 فيو البنات، من 2000 ماشي 2200 باردون كالك فيو نزلت 395. يعني قالت لي اختي قالت لي شفتي شنو كاين شنو كاين شنو كاين، يعني شنو المشكل كيفاش طلعت المشاهده حتى 200 ونزلت 300؟ سي نورمال، شي 300 نجي نشوف شنو كنتي راجعي نشوف السميه ديال الفلانه اللي انت حاطاها صافي، دخلوا بالكوش عرفوا شنو كيمشيو في حالاتهم. يعني طلعتي ونزلتي وانا قلت لك من الاول، يعني احسن شي ما بقاش يدخل، ولكن كل واحد كتبقى الحريه ديالو شغلو هذاك. صصان وي فازي فازي وي تيكي وي كو وي سيكي سبحان الله. المهم سي با غراف ولادي. دونك فين كنت كنهضر على الناس، دونك بصفه عامه كل واحد حر في حياته، الا انه راه وصلنا لواحد المستوى الله يستر بداو، راه هي موجه ديال اليوتيوب. انا كنهضر على من نهار بديت
قبل الله علمها. المهم اللي بديت انا كنلاحظ هذه المسائل هذه، موجه ديال روتين صباح العشيه، موجه ديال الماسكات، موجه ديال المشتريات تاع غاده، وكتزيد حتى لي وصلنا الزيت اللي فيك الله يستر فين غادي، الله اعلم الله اعلم. يعني ما كيبشرش بالخير يوتيوب هذا في يومنا هذا، ما كيبشرش رغم انه شي مؤسف راه كنشوف شي قنوات من كل الاعمار، بنات 26 عام عندهم قنوات غزيونه، عندنا 30 بنات، كاينه واحد المراه هي 50 عام، كاينه واحد البنت عندها تقريبا شي 35 عام. يعني انا اللي متبعهم كما قلت لكم شي 5 ولا 6 بنيت تهضر فيا، علاش هذوك ما داروش بحال هكاك؟ كنعرف ان من هاد البنات اللي قلت لكم قنوات ما تدخلش، ما شغلهاش في حد، ما تدخلش نهائيا، قبل غير القناه ديالها، اللي بغى يموت يموت، ولا بغى يعيش يعيش ما عندها. تتقول لك انا هادوك لي زابوني اللي عندي وهادوك لي فيو عندي كافيني، وما نبيعش راسي بالرخص الرضا. هادشي هادشي اللي عطى الوعد، حتى انا قلتها سابقا وكنعاودها، انا ما تهمنيش يكون عندي 40,000 مليون فيو ولا، اللي كيهمني ان انني من انا ما نبدلش راسي، ما نبدلش راسي على قبل اليوتيوب. فاطمه بدات بحال هكذا وغنبقى دائما بحال هكذا ان شاء الله، دوز 10 سنين وبقى عندي غير واحد كيشوف لي في الفيديو ديالي، ولكن انا ما نبيعش راسي بالرخا، ونشوه براسي، ونشوه بيما، ونشوه بقبيلتي، وكاع داكشي اللي تربيت عليه رميه في الشرجم على قبل جوج كيلو فرنك. الحمد لله عندي رزقي ما محتاجه شيء، لانه اصلا اغلب يوتيوبرز داير هنا حرفه، راه ماشي حرفه يوتيوب اصلا، راه ماشي حرفه، راه بنادم خص يكون عنده خدمته باش ياكل طرف الخبزه. هادشي كيلك شوز دو بلوس، كيلك شوز دو بلوس، يا ديريها هوايه ماشي عيب، ماشي عيب ان الواحد يتخلص على الخدمه ديالو دارها، ولكن ما دير بنادم ما يديرهاش في الراس ديالو كانها حرفه، لان راه يوتيوب راه رغم اننا كنسمعوا الفلوس، ما الفلوس راه بلا 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 فلوس، فلوس ملي كتوصلي الفوق، فكاين اللي كيختصر كيرمي كلشي وكيبدا بالشبهه وكيطلع، وكاين اللي محترم نفسه وعنده كرامه وما بيعش راسو، داكشي اللي كيجي كيقول الحمد لله وكيبقى محترم راسو. انا ما نبدلش راسي على قبل اليوتيوب، مستحيلات عمرني ما نتبدل. يعني جاتني شي نصائح بكلي طريقه بالتفكير بكلي، علاش اختي واش انا نبدل؟ انا على قبل المشاهدين، المشاهدين اللي بغاني كيف ما انا مرحبا، واللي ما بغانيش كيف ما انا مرحبتين كذلك، حتى شي حاجه ما كتبدل. انا ما نبدلش راسي باش نرضي الناس، انا هي انا، نهار رديت هكذا طبعي وغيبقى دائما هكذا طبعي. كاين الفرق ما بين انني ناخذ نصائح تجيني تعليقات، نصائح انني نحسن القناه، نحسن القناه انا نغير من نفسي، لا ما نغير شيء من نفسي، ما نبدلش اي من نفسي، هذا راه من المستحيلات. على قبل جوج الفرنك اش غيديروا جوج الفرنك؟ انا محتاجه اصلا الحمد لله قانعه وراضيه. ف يعني راه ملي كتجي كتشوفوا كتلقاي حتى دوك الناس اللي كيديروا كينزلوا بكارانتو وبيعوا راسهم قبل الفلوس، كتجي تشوفهم كتلقاهم ديما محتاجين شيء، ما محتاجين شيء، راه غير طمع وخلاص. هما الناس محتاجين محتاج راهم هذوك الناس ديال الجبال اللي عايشين ما وراء الارض. انا متبعه بزاف، كنتبع بزاف القنوات هادو اللي كيساعدوا بحال شنو نقول لكم الشيزوفرين، لا فيسبوكي بحال الزروالي، كنتبع بامبورت يقولوا لنا الشفارين ولا ما يقولوش الشفارين شي حاجه، داكشي بيني وبين الله انا مشيتش بعينيا، انا اللي كنشوف كنشوف الخير اللي كيديروه. واش عباد الله الناس عايشه في الجبال ما عندهاش حتى باش تشرب الماء، كيشربوا من الواد موسخ معفن فيه الحناش وفيه العقار وفيه التراب وفيه ما نعرف شنو، وكيشربوا منه محقاش ما عندهمش حتى بير. هادو ناس محتاجين، كنشوفوا الناس في الجبال كتموت بالجوع ما عندها ما تاكل ما تشرب، هادو ناس محتاجين. ولا جيتي تشوفي راه مخيره في اليوتيوب وتلقاي ما محتاجاش ان كان ماديا، عندك الدار كاين الروبيني باش كتعناس، راه الماء 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 انت اللي كتحلي الروبيني وكتشربي. الناس راه في الجبال الماء الماء ما عندهمش، كيتقاتلوا على قبل بير بير ديال الماء باش كيشربوه. دونك راه القناعه راه هي كلشي، القناعه راه القناعه ما بقاش، هي اللي هي القناعه الجشع هو اللي خلى الناس ولات كتبيع راسها وتبيع كرامتها ودير فيديوهات بالشوها بحال هكذايا على قبل الفلوس. فين بغينا نوصلوا؟ صافي راه الحد راه وصلنا ليه، الحد راه وصلنا ليه. ف اخواتاتي شكرا على التعليق، انا كنقول كلشي بعد التعليقات شكرا شكرا شكرا، ولكن من المستحيلات ان بحال هاد المسائل نديرها، عمرني ما نديرها لا اليوم لا غدا لا بعد، الحمد لله وقانعه
القناة ديالي على قناة الحال وعاجباني ومرتاحة فيها. مادام انا مرتاحة فيها وكاينين بنات الحمد لله نحمد الله ونشكر بنات نقيات محترمات متبعيني كنسمع غير الكلمة الطيبة، هذا كيكفيني. تجيب 1000 ريال، تجيب 2000، تجيب 10000، جو موفو كومبليتمون. يعني والله ما ربي شاهد معنا بهذا الشيء نهائيا نهائيا. انسان قنوع، راه ما عطانيش ربي رزقي في اليوتيوب غيعطيه ليا في بلاصه اخرى. رزقي المهم غادي يجي، غادي يجي غايجي. ما عرفتي شنو البنات راه كنحط راسي على الخدمه كنعس مرتاحه وكنشخر. علاش انا عارفه علاش نتقاصر على رزقي؟ علاش غايجي؟ غايجي غادي عارفه غايجي غايجي. لما جات من هنا غايجي من هنا، اللي مكتب ليا غادي تجي، غادي يجي واحد غادي يجي رزقه يجي حتى الباب الدار ديالو باليوتيوب ولا بلا باليوتيوب. فبنادم ما يبقاش يتقاتل في اليوتيوب لان ابسولومون غاديه نهائيا. هذا ما عطى الله البنات. كنت حابه نهضر لكم على هذا الموضوع، هذا من زمان كنت حابه، ولكن كيف ما قلت لكم سابقا ما تنبغيش انا مواضيع الحصريه وحال المشاكل هذه كنتفادى لانه كتضرني في الراس ديالي. الا انه جات الفرصه انه نهضر عليها يوميا يوميا نهضر عليها يوميا كن حماقيت هاي يوميا كنحل. كيبان لي الطوندونس، كيبان لي داك العناوين، كيبان لي نفس الوجوه. راه هي نفس الوجوه سبحان الله، نفس الوجوه ديال المشاكل. كنتي باقا في المشاكل، كاين اللي كيبدا في المشاكل من النهار الاول وباقي في المشاكل، كيلقى الواد ديالو طالع غير بالمشاكل. الله يسترنا اودي، الله يسترنا. كل واحد في الاول في الاخر كل واحد حر في حياته، الا ان الحريه ملي كتخرج على الشخص وكتولي كتآدي المجتمع. ف انا وحده كما كنقولوا راه كتشوفوا في المغرب، ولينا معروفين، ولينا معروفين في العالم. راه ماشي غادي يوليو كاينش يوتيوبرز عالميا ولكن المغرب ولا ما معروف بهذا الشهداء. الله يهدينهم خلاص، هذا الشيء ما عطى الله ديما. البنات وصلنا لاخر الفيديو، فيديو خفيف ظريف على السريعه. ان شاء الله يا ربي يعجبكم ويكون خفيفه على قلبكم. خمسة ولدي طويسة، فما تنساوش الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، ودائما مرحبا بالآراء ديالكم وبالاقتراحات ديالكم. وكالعادة حبيبتي تهلاو بيا في راسكم.